السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف أحوالكم أحبائي؟ أتمنى أن الجميع يكون بخير وبصحة جيدة. أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم سأقدم لكم وصفة، أو بالأحرى وصفتين ومجموعة من النصائح فيما يخص علاج شيب الشعر، وخاصة شيب الشعر المبكر الذي يعاني منه الكثير من الناس سواء الرجال أو نساء. بالنسبة لشيب الشعر، ليس بالضرورة سببه التقدم في السن، هناك أشخاص كثيرين يعانون من شيب الشعر المبكر. سوف أقدم لكم وصفتين أو طريقتين، يعني مجربتين وناجحتين إن شاء الله، ومجموعة من النصائح، أو أيضا مجموعة من أو وصفة أخرى هي عبارة عن مجموعة من الزيوت التي من الأحسن استعمالها للحصول على نتائج أسرع وأحسن. قبل ما أبدأ في الوصفة أو في طريقة عمل الوصفات، أتمنى فقط من الناس الذين أول مرة يزوروا قناتي أنهم يشتركوا فيها ويدعموها، وذلك بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي تصلهم جميع وصفاتي السهلة والمجربة إن شاء الله. أيضا أنتظر منكم آراءكم وتعليقاتكم حول الفيديو. بالنسبة لي، قلت مشكل شيب الشعر أو الشيب المبكر خاصة، يعني يعاني منه الكثير من الناس سواء الرجال أو النساء. هناك أسباب كثيرة تسبب هذا المشكل، وهي الحالة النفسية، القلق، التوتر، أيضا استعمال الصبغات المتكرر راح يؤذي الشعر ويؤدي إلى ظهور الشيب. قلت الذين يعانون من مشكل القلق والتوتر، من الأحسن الابتعاد عن مسببات القلق والتوتر. عدم الانتظام في النوم أيضا له دور كبير في ظهور الشيب. أيضا هناك أسباب وراثية، يعني لا نستطيع التحكم فيها. سوف أقدم لكم نصيحة وهي تنفع خاصة الناس الذين يعانون من الشيب المبكر، وهي أكل الحبة السوداء من مقدار ملعقة من الحبة السوداء كل ليلة في الليل، يعني كل ليلة لمدة شهر. يعني هذه سوف تساعد كثيرا في تغذية الشعر وتغذية مادة الميلانين التي هي المسؤولة عن لون الشعر ولون العينين. سوف تساعد كثيرا في التخلص من هذا المشكل. قلت تناول مقدار ملعقة صغيرة من الحبة السوداء كل ليلة لمدة شهر. أيضا هناك مجموعة من الزيوت، يعني إذا كانت الناس لا تستطيع عمل الوصفة، يعني الزيوت تكون أسرع. هذه الزيوت تعمل يعني من الأحسن لوحدها بدون استعمال الوصفات الأخرى، خاصة الوصفة الثانية، يعني غير وصفة قشور الرمان. هذه الزيوت هي عبارة عن نأخذ مقدار من زيت الخردل، ومقدار من زيت اللوز الحلو، ومقدار من زيت الحبة السوداء. تؤخذ كلها تخلط مع بعض، ونعمل يعني نعملها على شكل دهن للشعر، يعني ندهن بها الشعر يعني مرة أو مرتين في الأسبوع. سوف تساعد كثيرا في تخلص من مشكل الشعر أو شيب الشعر. بالنسبة لوصفة اليوم، وصفة وهي الخاصة بقشور الرمان، بعدها أيضا راح نعطيكم بديل آخر للناس الذين يعني ما عندهمش هذا المكونين، هو خاصة قشور الرمان. معذرة، قلت قشور الرمان. هناك وصفتين، الوصفة الأولى ستكون باستعمال قشور الرمان، وبعد هذه الوصفة سأقدم وصفة ثانية. راح نحتاج إلى قشور الرمان، يعني سواء كانت جافة أو طازجة. أيضا راح نحتاج إلى الشاي الأسود. الوصفة بسيطة جدا، راح نأخذ علبة زجاجية، يعني ممكن حفظها أو الاحتفاظ فيها بالمقادير، وراح نضع قشور الرمان في الوسط، يعني تقدروا تستعملوها في أي إناء، المهم يكون من الأحسن الإناء زجاجي كي نحتفظ بباقي المكونات أو باقي الوصفة للاستعمالات اليومية. أيضا راح نأخذ مقدار ملعقتين من
الشاي الأسود أو أكثر. يعني وصفة بسيطة جدا لكن النتائج ستكون رائعة. نضع قلت ملعقتين من الشاي، نأخذ كمية من الماء المغلي، كمية من الماء المغلي ونضعها فوق هذا المكونين. الماء يكون مغلي جيدا، ثم نقوم بغلق الإناء ونتركه لمدة ساعتين أو 3 ساعات أو 4 ساعات، يعني حتى تخرج جميع المكونات أو يكون عندنا الخليط جاهز. بالنسبة بعد ما مرور 3 ساعات أو 4 راح نقوم بتصفية هذا الخليط، سوف نقوم بتصفيته ونأخذ علبة أو قارورة على شكل رشاش. يعني بعد ما نصفي هذا الخليط نأخذ قارورة على شكل رشاش ونقوم برش الشعر أو نقوم بدهنه على حسب الأشياء المتوفرة. يعني أحاول أن أقدم لكم أبسط الحلول. نقوم برش الشعر بهذا السائل أو هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم، وتكرر العملية يوميا لمدة أسبوع أو 15 يوم إلى الحصول على النتائج. يعني الرمان مفيد جدا للشعر، أيضا الشاي يعني مش راح يكون عندها أي ضرر، بالعكس سوف تعالج مشكل شيب الشعر إن شاء الله. هذا بالنسبة لي الوصفة الأولى، والآن سوف أقدم لكم الوصفة الثانية. يعني مش راح تعملوا الوصفات مع بعض، يعني على حسب المكونات الموجودة عندكم أو على حسب المتوفر عندكم. وصفة أخرى بديلة راح نحتاج فيها إلى كوب من الزبادي، كوب واحد من الزبادي. أيضا راح نحتاج إلى القرنفل، يعني القرنفل بهذا الشكل، راح نحتاج إلى حبيبات القرنفل. سوف نقوم بتحميصها لمدة 5 دقائق على نار قليلة. يعني نقوم بتحميص مقدار ملعقتين من القرنفل على نار قليلة، ثم نقوم بطحنه حتى يصير بهذا الشكل. يعني بعد ما نحمص القرنفل على نار قليلة لمدة 5 دقائق نطحنه طحن ناعم بهذا الشكل، ونأخذ مقدار ملعقتين من القرنفل المحمص والمطحون ونخلطه مع كوب من الزبادي. يعني نخلط جيدا حتى تتجانس المكونات. بعد خلط المكونات يصير عندنا هذا الخليط، نقوم بتطبيقه أو توزيعه على الشعر، يعني من الجذور حتى الأطراف. يعني حاول أنه يصل حتى إلى جذور الشعر، تستعمل من الأحسن على شعر يكون نظيف. يترك هذا الخليط لمدة ساعة أو ساعة ونصف، يعني من الأحسن أنه تكون المدة، كل ما كانت المدة أطول كل ما كانت النتيجة أحسن و أسرع. ثم نقوم بغسل الشعر عادي بالماء الدافئ والشامبو بشكل طبيعي. تكرر هذه الخلطة أو هذه العملية 3 مرات إلى 4 مرات في الأسبوع. يعني بالنسبة للزيوت التي قلت عليها في الأول، من الأحسن أنك ما تستعمليهاش مع هذه الخلطة بالذات، لأنه هناك القرنفل ممكن أن تكون هناك تفاعلات، أو الأحسن تجنب استعمال الزيوت خاصة زيت الحبة السوداء مع هذه الخلطة. قلت 3 مرات إلى 4 مرات في الأسبوع، وإن شاء الله تلقون النتيجة التي تريدونها. هذه هي بالنسبة لوصفاتي
لنهار اليوم بسيطة وسهلة ومجربة إن شاء الله. أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر منكم آراءكم وتعليقاتكم حول الفيديو. الناس الذين أول مرة يزوروا قناتي أتمنى أنهم يشتركوا فيها ويدعموها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.